لأكثر من 4 قرون سيطر الاستعمار الروماني على الجزائر، شهد خلالها العديد من المقاومات من سكان البربر الأصليين، حتى انتهى الاستعمار في عام 297 ميلادياً، ليترك الرومان في الجزائر آثاراً تم تخليدها عبر التاريخ. مدينة تيمجاد الأثرية تقع في جنوب ولاية باتنا شرق العاصمة الجزائر، وهي أحد أبرز المعالم التي شيدها الإمبراطور الروماني تراجان عام 100 ميلادية، فلا تزال المدينة الرومانية الوحيدة المحافظة على معمارها، بجانب كونها أكبر مدينة رومانية في أفريقيا. والعديد من الدراسات التاريخية ذكرت أن تراجان أمر بتشييد المدينة على شكل لوحة شطرنج مقسمة إلى طريقين رئيسين تخترقهما مجموعة كبيرة من الطرق الفرعية الموازية، وبمرور الوقت تطورت المدينة ببناء العديد من المعالم مثل قوس النصر والساعة الشمسية وقصر العدالة والمسرح الروماني. وبعد خروج الرومان ومع العديد من التغيرات العمرانية في الجزائر، غمرت المدينة بالرمال والأتربة وظلت مهجورة لقرون، ليأتي الاستعمار الفرنسي في عام 1880 ليكتشف علماؤه بعضاً من أثارها، ويكتمل اكتشاف المدينة الأصلية على يد علماء الأثار الجزائريين بعد استقلالها كلياً عام 1962. احتفظت تيمجاد بقيمتها التاريخية وآثارها العريقة على مدار قرون عديدة، وهو ما دفع منظمة اليونسكو لإدراجها ضمن التراث العالمي في عام 1982، ولتصبح الآن من أهم الوجهات السياحية في الجزائر، حيث تجلب مئات الآلاف من السياح سنوياً يستكشفون سحرها الذي لا يقاوم، وهم يتجولون في أكبر متحف جزائري في الهواء الطلق.